FM. الكلمة ليك. بالي في شنو تفرج؟ انا نزابي سينو ورده وكتاب باش نشوف خدمتي وخدمه صحابي. سينو عملت سنه خلينا نحكي لك نعمل في جوله مصريه سوريه الخروج زاده خروج ظافر شكرا تو وقتي انا وقت دالي تفضل دالي تفضل احكي سيرتو نشوف في خدمه محمد المغراوي كمدير تصوير في مسلسل سوري اللي صوروا اسبوع او اكثر في تونس يوم ونصف نصف يوم نصف يوم نشوف في خدمة درة وظافر خروج نشوف زادة في خدمة عائشة بن أحمد في شهادة ميلاد نشوف في خدمة شوقي الماجري صديقنا ونيلي كريم صديقتنا خدمة حلوة برشا فما شو عنوين يتعدى في القناة تلمو العناوين أي تعدى قاعد يتعدى في العالم العربي وفي قناة الوطنية هي تعدي في الوطنية الوطنية سبيان انه الوطنية خذيت خدمة فيها شوقي الماجري فيها فري الكراجة تقريبا القنوات الكل خذوا معناها قناة التاسعة خذيت ظافر ودرة معناها اولادنا اللي يخدموا برا لطيف العرفاوي نسمة موجودين في تلفزنا والمخرج شوقي الماجري في الوطنية معناها بورين فوا على الاقل حتى كي ناخذوا فيه المسلسل المصري هي نسمة خذيت لطيف العرفاوي في المسلسل هذاك دونك باهي على الاقل ما عادش مسلسل ما فيه حتى حد من تونس لكن فوالا سي بيان اللي 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 مخرجينا وتقنيينا وممثلينا قاعدين ياخذوا في بلاصتهم وبلاصه محترمه ودو كاليتي معناها ظافر طالع مليح دره كيف كيف نجمه توا شوقي المجري تعرف اللي انت كان انستالي في سوريا توا ولا في مصر قاعد يعمل في خدمه من ابرز المخرجين نتفكر في هدوء نسبي كي خدمت معاه ومع نيلي كريم تقول لي انا بعد شوقي مع شكون باش نخدم وقتلي كاريمو معناها نفكر 2009 قتلي كان تلقاني في مسلسل هكاك وبراني خدمت على الفلوس اما بعد شوقي مع شكون باش نخدم نيلي كريم معناها اللي هي تو نمر واحد في مصر باش نبداو متفقين في النساء في النساء في عمرها هي في النساء هي نمر واحد وفي الرجال الممثل الاسمر هذاك شو اسمه اللي خدم مع رمضان محمد رمضان هي. هذاك طالع هو اللي طالع حطم حتى عدلي وغدا في الاكسيون ديجا لا لا غدا عبد الرزاق وصي ما عادش في ما عادش في الاولانيه ما عادش في القمه هذيك سينو نرجع لك لتونس امبوتياج خدمه سامباتيك مش خاطر شاكر هنا ما كمل تويتي قاعد ينوع ويلعب والي الي في ريجيستر ما يقدو كان هو راه باش نبداو متفقين في الضمار زابيت شويه الرئيس داير نشكر جميل نجار على الهبله على المغامره على المغامره كلمته على غنايه عملها فتحي في وسط الليل قلت له بجاه ربي هذيك هبطها كليب عمل لها حاجه غنايه عملوا له فيزيك نتاع بابلو سكوبار هكا بشلاغم وكل شيء يغني ليه يزمها تتعدش الكابافيم غنايه لطف لطف كنت راها يزمها يعملوا لها ميكستيب سينو بوليس ابار اللي شاركت اليوم ظهرت في بوليس اليوم ظهرت فيها وكليت لكمه الحمد لله لاباس لابس بالاورانجي في الحبس سينو الاولاد يعطيهم الصحه لطفي وكمال وشادي وكل الضمار راهو يصعب انك تفك ضحكه ودو كاليتي خاطر زاد التهريج سهل برشا شفت المغامره نتاع الكاميرا كاشي نتاع التاسعه زاد الو جده الو جده زاد برشا جده اللي عليها ايزون اوزي خاطر واش حبتها عباد ما حبتهاش عباد قالت تبييض لبن علي عباد قالت مغامره وكل اراء مختلفه فما عباد شك زاد في الرياكسيون نتاع اللي جاو هو صحيحه مش صحيحه تلقائيه مش تلقائيه وسط الكاميرا كاشي نجم واحد يفيق ويكمل يلعب Exactly. ينجم كي يدخل للاستوديو يفيق ينجم ما يفيق الجملة وانت وهمتك انت شنو باش تخرج اما هما ما نتصورش زاد ما نتصورش عليه كانوا هما معناها يجيبوا عباد يقولوا لهم راه مش بن علي صعيب ياسر باش تعمل معناها خاطر سيرتو هلال هلال محطوط مسنتر لا هي بيدو الكونسيبت ما يستحقش معناها باش تقول له اجا شاكر انا مش نلعبوا اللعبه نتاع درا شنو لا ما تجيش ليه ليه اما نجم يفيق كما قال لك فوالا مع دليل انه يفيق ويواصل ويولي بطل كما نتاع البارح هذاك شو اسمه دغيج دغيج اسمه هكا دغيج هذاك يغيظ اسمه يغيظ سينو الاكابر قاعد نشوف في شويه مديح. متاع مديح نحييه اش عندنا هو سنة عندنا ورده وكتاب والاكابر ولاد مفيده وبينتو فلاش باك معناها سي بيان اربع مسلسلات في ودنيا اخرى سيري كوميكا اللي تعدى داير قاعده تعدى تو في حوار وي اي هذيا فيها الاولاد ضامرين الكل مع بعضهم اللي انا ما شدتنيش معناها
انا شدتني من الحلقه الاولى للثانيه، من بعد كي ولا يخرج له في الواحد ما عادش شدتني برشا الحلقه. يمكن خدمه مزروبه من الاول. لا لا سامي يلعب في داره، معناها في داره في قناته، كيما اللي عنده كوره بو نتاعو، هو اللي هو اللي يعطي القواعد اللعبه. حتى نجم انت يخلق هز كورتك، يهز يخلق هز الكوره، وفي البطحه تولي تقول له انت ما ثماش راه كوره بثلاثه جول، يقول لك كورتي. يعمل اللي حب في داره هو، وعنده الحق يجرب، واحنا عندنا الحق نتفرجوا او نزابيو. فما مره قلت اللي اولاد مفيده في اختيار الشخصيات والممثلين تحسهم ما همش راكبين على بعضهم، تحسهم ما همش اخوات. انا اولاد مفيده قبل من الاول. هل مازال رايك هذايا في الجزء الثاني، وهل انه محمد علي بن جمعه عنده بلاصه في اولاد مفيده والا لا؟ عندي بلاصه هنا في كابا فيم انا. مرحبا. عندي بلاصه؟ لا لا ما نخممش اني انا نغزل عليهم ولا نغير منهم باش نحيي لهم بلاصتهم. لا لا اذا نحكي عن ثلاثه انت شفت ممثل ولا شفت شخصيه قلت دالي نجم يمثل؟ لا لا مستحيل نخمم هكاك، ما نخممش هكا، ما نخممش. انا كي نتفرج نتفرج كما تفرج او ناقد، ونتفرج نجم زاد من عين نوعا ما واحد تفرج برشا في حياته. وقت دوما خرجت السيري ثم ثلاثه اخوات ما ركبوش اخوات مع بعضهم فيزيكمون نحكي مش على الجو، وثم شويه اكسي في الجو في سكابانديت، معناها يعني اكسي امريكان ياسر سي ترو، فهمت شنو نقصد؟ ما قلتلكش السيري باهي ولا خايب، هما فيزيكمون ما خاطفوش اخوات من الاول، من الاول ولات قابلتهم العباد كلها. انا نقول لك انا من الاول معناها ديما نحكي من الاول، ما ببدلتش رايي من الاول هكا، بعديك قلت ياسر. اسامه انت بنيت على تصريح من الاول بكل على قلت رايه تبدل توا الا لا؟ شفت التاتواج ثلاث سنين التالي مش كيما توا، توا عينينا حفات بتاتواج عند الجوارات تاع الكوره، مي تاتواج ظاهر ماهوش تاتواج. بون تقول لي انت فيكسيون وواحد مش مشكل مكياج، كيما تقول انت هذاك شبيه الشيب نتاعو ظاهر والاخر لحيته ظاهره، تتفكر يوميات امراه لحيه ظاهره نتاع الخوان. سينو كان تعمل مثلا نضال السعدي التتواج هذاك كارير يوفا غاديك. لا ما نعملوش تتواج بالحق. اي معناها معنا حتى حل كان يعملوه بالمكياج. على الذكر نضال كنت نحكي توا شاكر في الكهرباء، معناها انا في الثلاث اخوات يعجبني احسن واحد مثلا كما تفرج اليوم عجبني برشا في سورتو في الديوك يتخلي يخدم مع مريم بن شعبان. اي معنى الند للند. اي فوالا هنا كان خايف من الاول. هنا ثم تبارك الله هنا ثم البارتونير اللي اي بارتونير يطلعك ولا يهبطك. لا وثم وثم الديفيز ثم التحدي للبارتونير زاد. اي اي كنت مش تكور مع ممثل ويقولوا لك رد بالك راهو صعيب، راهو عنده حكايات راهو يعمل لك هكا ولا هكا، ولا انت ترى فيزا تصويره كبيره دونك تدخل بالديفي هذاك ما تدخلش مستسهلها الحكايه. هذه اليوم ريتها عند نضال وعجبني برشا الحكايه. حسيته معبي محلام البيرسوناج نتاعو. لا هو هو ريال موم وليد ممتاز على الاخر نضال. اي اي وعنده محب يعمل كارير وشاد صحيح في التمثيل مش مش هكاك. لا سي بيان كو بدا معناها ايموريست معناها في مخه باش يعمل وان مان شو وكل شيء، داير هذاك اش قاعد يعمل توا اون باراليل، وباهي كي خذا شخصيه ودافع عليها وخدم عليها، اما ديبار الاولاني هو اللي فيه فو ديبار، من بعديك تلانسيو الاخوات. فوالا تلانسيو الاخوات واليوم هذوما تقريبا دالي شنو تتفرج. من بعد باش نرجعوا نحكيوا معك على ورده وكتاب، نحكيوا معك زاد كيف كيف على ورده وكتاب شاكره، من قبل هذايا باش نسمعوا سعد المجرد لمن نشكي حالي راجعين يلا. كابا فان الكلمة ليك.